في مرمى الهدف هو يا كابتن، وتعقيب حضرتك برضو على الجزء ده. اتفضل. لا طبعا انا كنت شايف ان مباراه بتروجيت وانبا كابتن طارق كنت هتبقى مباراه قويه جدا، ديربي بالنسبه لهم هم. طبعا عدم توفيق لاسامه محمد، تقدير الكره طلع خطا، اللي هو طبعا اسامه اشول، الكره جايه له على يمينه حاول يشيلها مره واحده على ما اعتقد كانت المرمى. الخطا فيها اللي هو مش موجه او مش قاصد كالطبيعي، بس برضو اتردت اللي هو اللي بيعمل كروس باس كويس قوي 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 اللي هم يحرزوا منها هدف التعادل. هنا بص يا كابتن، يعني هو حاول يشيل بيمينه بس التقدير بتاعه لان هو جاي له على رجل اليمين، دي بتفرق دي بتفرق. هي جات له على ما اعتقد في قصبه رجله عند الركبه، دخلت بسهوله يعني ما حطش فيها بطن رجله، جت في الساق في ما جاتش في بطن رجله، هتطلع بره عادي في ركبته، هي في ركبته على ما اعتقد، هي في ركبته. فهمتني يا كابتن؟ فالحته دي مبقاش فيها تحكم في الكوره. لا 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 صعبه جدا، صعبه. مش شرط عشان اسامه بيتكلم على يمينه، لا حتى لو من العكس، اي لاعب في العالم مش هيقدر يتحكم نفس القصه بالاجزاء دي من القدم، يعني التحكم بتاعها وعدم التقدير فيها دي مشكله. تمام. انما لو بصينا على الهدف الثاني، الهدف التعادل طبعا، التعادل اللي بتروجيت او محمد رجب. بص اسامه يا كابتن، اسامه بص عامل كروس باص، عامل ازاي؟ عامل كره نموذجيه الصراحه، عالميه. مش نموذجيه، عالميه يا كابتن، عاملها هايله جدا. هو الاعلام النموذجي برضه بص يا كابتن، يعني عاملها 10 على 10 هدف، ورجب لعبها في ال اقول الشمال. بص يا كابتن عامله ازاي الاوفر. ايوه تمام يا كابتن طارق. انا اقول حاجه بقى شامله يا كابتن طارق وكابتن عبد الرحيم، اشوفه هيتفق معايا فيها ولا لا. لو بصيت لكل الاهداف الموجوده النهارده، اخطاء ديفنس، رؤيه الكره، مفيش رؤيه خصم. كل الاهداف اللي حصلت النهارده، رؤيه الكره، ما شافش الخصم. تمام. زي ما بيلعبش على اشخاص وكوره، بيلعب على كوره بس. بس. يعني زي ما الكابتن عبد الرحيم بيتكلم في الهدف الاولاني بتاع ايمانويل، واقف الفيل اصلا وهي جايه له، هي معديه من قدامه، لو حط لعلاء، لو طلع لبره، لو رجع لحارس المرمى بسرعه، بس هو استنى.